السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، اليوم نلتقي وياكم بالمحاضرة الرابعة من مادة الطبيعيات للفصل الرابع دوائر التيار المتناوب، وعلمناكم بالمحاضرة رقم 3 من تيطيك الرادة الحثية وشنو قوانين الرادة الحثية، ونطيتك ملخص عليها. اليوم راح ناخذ قوانين وملخص للرادة السعوية. الطالب إذا افتهم قوانين الرادة الحثية هي نفس قوانين الرادة السعوية، فقط اختلاف بالأحرف، وراح أوضح لك الأحرف. هنا عندنا القوانين الخاصة إذا أعطاك مقاومة ومتسعة، إيش يطين بسؤال لازم عندي أباوع السؤال يطين مقاومة ومتسعة، طبق هاي نفس القوانين الرادة السعوية. هاي قوانين الرادة السعوية إذا تلاحظها، لكن الرادة الحثية كان هنا عندنا XL صار XC. شوف هنا التيار كان عندنا فرق الجهد على يمن، على الرادة الحثية صارت الرادة السعوية. المعامل القدرة هو نفسه، الزاوية فرق الطور شوف هنا باختلاف سالب صارت الإشارة، كنا هناك XL على R، هنا XC على R. هنا قانون الرادة السعوية احنا ماخذينه بالمحاضرة رقم 2 هو والتيار موجود عندك، ونضاف الذني قانون القدرة. هنا الزت هي الممانع الكلية اللي راح تضبط بين المقاومة الطبيعية والمقاومة السعوية. هاي القوانين راح ناخذ أمثلة خاصة بهذه القوانين حتى كل موضوع إن شاء الله فصلنا لكم. نجي على المثال الأول، يقول ربطت متسعة سعتها 100 مايكرو فاراد وبين قطبي مصدر. إذا شطان بالسؤال كلمة متسعة، هذا المثال الخامس من الكتاب مهم جدا. يقول السعة منطيك إياها شقد ربطت المتسعة سعتها 100 مايكرو فاراد، يعني أنطاني هنا السي يساوينا 100 مايكرو فاراد. مثل ما علمتك المايكرو فاراد نحوله علما للفاراد الضربة بعشرة سالب ستة، وبين قطبي مصدر التيار المتناوب الفولتية مالته، إذا فرق الجهد مطينا إياها الفي يساوينا 120 فولت هنا. بعد وتردد، إذا أنطى التردد هنا F، إيش قد طاك 500 باوع على باي هرتز هنا أنطانا أيضا، مع مقاومة مقدارها. إذا المقاومة الطبيعية R، شوف هنا انتبهت هسا على السؤال، إذا أعطاني مقاومة متسعة بالسؤال حتى تنتبه، ومربوطة على من على التوالي. إذا المقاومة إيش قد قيمتها 10 أوم على التوالي. احسب الرادة السعوية، اذا انطلب من عندنا الاكسي بالبداية، هذا الطلب الاول. الطلب الثاني التيار المار بالدائرة، اذا يريد تيار المتسعة باوع لآي حتى اذكرك به، وكذلك زاوية فرق الطور بين الفولتية والتيار، اذا هنا راد التان ثيتا. من يجي الطالب يحل السؤال شلون راح يبدأ بعملية الحل، انتبه على الحل مالتك. اول خطوة شنو المتوفر عندي بالسؤال؟ طبعا عندي متسعة، عندي تردد باوع لو لا، وهنا عندك شي يريد من يمي الرادة السعوية. اذا شنو قانون الرادة السعوية؟ راح نقول لك اكس سي يساوينا 1 على 2 باي اف للسي. هنا الاكس سي تنزل الرادة السعوية بكل سهولة، راح اعوض طبعا. هنا مطين المتسعة بيمن بالمايكرو فاراد، لازم قلنا بيمن نضربها بعشرة سالب ستة، اذا ما ننساها. هذا واحد راح نقول له 2 باي ينزل، ما عندك مشكلة بي. في التردد طبعا موجود عندك 500 على باي باوع لولا، وهنا عندنا في ايش قد مطينا هنا السعة 100 مايكرو فاراد، اذا 100 في 10 سالب ستة. يقدر الطالب رأسا يعوض هنا، ما عنده مشكلة، ممكن يعني ممكن الطالب بأي طريقة هنا نبسط لها، يعني ممكن 10 سالب 6 دائما يصعد إلى البسط، من المقام للبسط تغير إشارة الأس، يعني المتسعة راح شي يساوي باو الباي ويا الباي يروح. هسه هنا راح يظل عندك 10 أس 6، ليش؟ لأن صعدنا من المقام للبسط غيرنا إشارة الأس. الواحد ما له أهمية طبعا. اثنين في 500، انتبه هنا 2 في 500 طبعا صفرين، 2 في 5 اذا 1000، يعني 10 اس 3 باوع موجب، وهنا عندك 100 كم صفر؟ صفرين، يعني 10 اس 2 عند الضرب تجمع الاسس، اذا اكس سي راح شي يساوي لنا 10 اس 6 على 10 اس 5،
هذا من الصعدة من المقام للبسط من غير الإشارة، إذن راح شطين هنا 10 وحدة قياسنا أوم. ليش؟ لأن هنا عندك 10 أس 6 وناقص 5 إشارة كبيرة ونطرح، يعني ينطيني 1. هسه الخطوة الثانية الزت. ليش الزت اختاريتها؟ انتبه عليها، لأن هنا صارت عندي بالسؤال مقاومتين، هاي المقاومة السعوية وعندي المقاومة الطبيعية، ما طول عندي مقاومتين لازم أطلع الزت، هذا ثابت الكلام، انتبه له. إذن راح إيش أقول هنا؟ أقول لك هنا R تربيع زائد XC تربيع، يعني المقاومة الطبيعية زائد المقاومة السعوية. هنا من يجي الطالب يكمل الحل راح شو يكمل؟ يقول Z يساوي لنا ال R تربيع إيش قد قيمته؟ مطينيها طبعا 10 باوع تربيع. المقاومة السعوية إيش قد طلعناها اللي هي الرادة السعوية؟ طبعا هم 10 تربيع، إذن راح يساوي لنا 100 زائد 100. هنا مو تضرب 10 في 2، لا تربيع يعني 10 في 10. اذا هنا راح نجمع راح يكون عندنا 200. هسه يقول الطالب هنا الزت شو راح اطلع ال 200؟ اقول له تعال ال 200 منين جايه؟ هي عباره عن 2 في 100، صح لو مو صح؟ الجذر مال ال 100 ايش قد؟ جذرها طبعا 10، اذا الزت يساوي لنا 10 جذر 2، يعني 100 جذرها 10 والاثنين تظل تحت الجذر، وحدة قياسة ايضا الاوم. هنا هسه لاحظت الشغل مالتك، ايش طالب من عندك بعد؟ التيار، انتبه عليه. التيار هنا راح نقول يساوي لنا فرق الجهد على من؟ على الزت. ليش؟ لان اخر مقاومة هي تمثل المقاومة الكلية الزت. عندك ايش قد فرق الجهد من طينيا؟ طبعا 120، هاي ال 120. والزت ايش قد قيمتها طلعناها وياك؟ 10 جذر 2. هنا بكل سهولة تباوع الصفر ويا الصفر يروح، هذا الصفر ويا الصفر يروح، ايش بقى عندك الجواب؟ اذا التيار يساوي لنا 12 على جذر 2. جذر 2 ايش قد قيمته؟ اذا حافظه او ما حافظه هو 1.4 احفظه، وهنا 12 قسم لي 12 على 1.4، يما صعد الفارزة فوق السير صفر عندك 120 على 14 فيقسمها راح يعطيني 8.5 امبير. اذا هذا التيار تقسم يعني 120 تقسيم 14 راح يعطيك الناتج نفس هذا الناتج. هنا ايش بقى عندنا؟ هسه طلعنا التيار، ايش بقى عندك؟ طبعا يريد من عندي التان زاوية فرق الطور تان ثيتا. دائما احنا اذا عندك رادة حثية هي اكس ال على ار، اذا رادة سعوية بالسالب اكس سي، يعني متسع دائما بالسالب على اليمن على الار راح يساوي لنا عندك هنا سالب اكس سي ينزل السالب. عندك المقاومة السعوية ايش قد طلعت قيمة المقاومة السعوية؟ طبعا عندنا 10 هذه قدامك، والمقاومة ايش قد قيمتها عندك؟ 10. شوف بكل سهولة، اذا 10 على 10 طبعا هنا نقول له تان ثيتا يساوي لنا سالب 1، لان يعني بها 1، 10 على تقسيم 10 1. هنا يا زاوية تان مالتها عندك سالب 1، طبعا هنا الثيتا هي زاوية 45، التان مالها يساوي لنا هنا تلاحظ ال 45. هسه نجي للسؤال رقم 5. يقول عندنا سؤال رقم 5 ربطت متسعة سعتها. شوف هذا مرتبط بالسؤال، اذا الطالب شنو بالسؤال؟ متسعة السعة مالتها طبعا مثل ما علمتك طبعا سي يساوي 200 مايكرو فاراد، رسم هاي المتسعة مالين اياها مع مقاومة. انتبه هنا ما طول الطالب متسعة مقاومة، هن القوانين مالتي. المقاومة ايش قد مطين اياها؟ طبعا الار هنا مطيك اياها 40 اوم. بعد يكمل شنو نوع الربط؟ طبعا توالي، مربوطة على التوالي لمصدر كهربائي متناوب التردد. اذا R التردد مالنا، اذا F منطيني 250 على 3 باي هرتز، هذا التردد مالتك. بعد فاذا كانت القدرة المستهلكة في الدائرة، اذا انطاني قدرة بي ايش قد يساوي لنا؟ 1000 واط. اذا هذا القدرة المستهلكة هي 1000 واط. احسب فولتية المصدر، اذا فرق الجهد يريده من عندك. هسه يجي الطالب يباوع، انا ايش علمتك؟
قلت لك إذا عندك مقاومة وشنو وهنا متسعة شنو القانون مالتها؟ راح تقول أول ما تبدأ بالحل تقول أكسي باو علو لا واحد اثنين باي اف لسي. إذن هسا عندك أول شغل هنا المتسعة راح ننزل أكسي عندنا شي سوينا هذا الواحد اثنين باي انزله قدامك ايش قد قيمة التردد مالتي طبعا 250 انتبه عليه على 3 باي في هنا 200 بس 200 شنو مايكرو فاراد بيش اضربها طبعا ما انسى 10 سالب 6 لان على مود اصعدها للبسط هذا من المقام للبسط هسه الطالب شي يسوي اكو اختصارات طبعا ممكن اختصر الباي ويا الباي يروح اذا اكسي راح يساوي لنا 10 اس 6 صعدتها باي للبسط ايش بقى عندي بقى عندي 2 في 250 500 في 2 طبعا هنا 10 اس 5 شلون صار 10 اس 5 كله على شقد على 3 راح اعلمك 2 في 250 طبعا قلنا 500 في 200 شوف راح يجي 1 2 3 4 اصفار هاي صفرين هاي صفرين 4 2 في 5 10 شوف لو لا 10000 هنا يعني 10 اس 5 هنا الطالب راح شو يسوي مقلوب القسمه شوف حتى اقدر اشتغل شوف لا خليتك تضرب ولا تسوي مقلوب القسمه شو راح تسوي ال10 اس 6 ينزل ما له علاقه به في 3 على 10 اس 5 هذا ايش قد مقامه طبعا واحد هسه هذا انصعد للبسط من المقام اصعد للبسط راح يصير 10 عندي 10 اس 6 وهنا ناقص 5 يبقى 10 اس 1 يعني شرط الكبير هنا يعني 3 في 10 اس 1 اذا المقاومه راح تصير عندي 30 اوم هنا هسه حددنا المقاومه شنو الرائده من يمي اريد فولتيه المصدر انتبه علي ورا طبعا ما طلعت مقاومه سعويه انتبهت علي وعندي مقاومه لازم اطلع الزت شوف ما نسيت الزت راح اقول لك ار تربيع زائد اكسي تربيع ويساوي لنا الار ايش قد قيمته منطيني 40 اربعها زائد الاكسي المقاومه السعويه ايش قد بعطيك اياها طبعا 30 تربيع هنا من تربع بالمناسبه الاربعه من تربعها تصير 16 هنا صفرين يعني 1600 هنا ربع لل 30 900 يعني راح نقول لك زد يساوي تحت الجذر 1600 زائد 900 ايش قد يعطيك هنا الجواب انتبه عليه 2500 شوف لو لا 16 و 9 25 والاصفار تنزل عندك 2500 ال 25 ايش قد جذرها تتعلم بابا جذر بس ال 25 انتبه عليه مو راح تقول جذرها 5 هاي ال 5 الجذر مالها الصفرين دائما تحت الجذر معناها 0 1 0 1 تاخذ يعني بس 0 1 يعني شو يصير 50 اوم اذا هسه اني لاحظت طلعت هنا بقى بالسؤال هسه راح نجي يريد من عندك بالسؤال يريد هنا بقى عندي قدره وفرق جهد انا ما محتاج اذا عندي قدره يريد اقول له مربع التيار في المقاومه يعني اذا قلت القدره شو تساوي التيار في الفولتيه ما راح يفيدني ليش؟ لان الفولتيه هو رايته من عندي التيار ما عندي فما ممكن اطبق هذا او ممكن اقول له مربع فرق الجهد على المقاومه هم ما عندي المقاومه عندي بس فرق الجهد لكن هو راي التيار من عندي ما راي فرق الجهد هنا تنتبه على هاي الشغله هنا ليش اختاريت هذا القانون؟ يعني عنده قانونيا تقول القدره تساوي التيار في الفولتيه طبعا التيار هنا تلاحظ ما موجود والقدره هنا نعم موجوده عندي لكن فرق الجهد ما موجود القانون الثاني يقول مربع فرق الجهد على اليمن على المقاومه شوف المقاومه عندي وعندي ايضا القدره فرق الجهد لازم اقول بجذر الطرفين حتى اقدر اطلع لك اياه فانا اختاريت هذا القانون مبسط لك يعني ممكن نطلع بهذا القانون هنا القدره ايش قد بنطيني اياها الف اذا راح اعوض باوع الف مربع التيار تنزله المقاومه ايش قد قيمته طبعا 40 شوف لو لا يعني هنا بكل سهوله الطالب ممكن يطبق هاي المعلومه هنا راح شو تسوي هسه التيار انا اريده من يمك
التيار المضروب طبعا دائما بالمجهول بالمقام، يعني هاي الأربعين وهنا عندك الألف، هذا الصفر ويا الصفر 100 على 4 التيار، انتبه عليه 100 على 4 تقسم 25، انه يساوي لنا 25، بس هذا شنو؟ لا تنسى تربيع ايش قد يساوي لنا 25. انا اقول لك بجذر الطرفين، ليش قلت لك بجذر الطرفين؟ حتى اطلع التيار، يعني راح تقول اي يساوي لي 5 امبير، اذا طلع لي التيار، هسه اقدر اطلع عندي فرق الجهد، ممكن نطلع فرق الجهد، يعني صار عندك تيار وعندي قدرة معلومة عندي بالسؤال، عندي مقاومة معلومة بالسؤال، اذا ممكن نطلع التيار. التيار هسه شو راح نطلع التيار؟ نقول لك فرق الجهد يساوي لنا التيار في زد. ليش قلنا زد؟ لان الزد هنا المقاومة الكلية ما ممكن ارجع على ار، يعني فرق الجهد راح يساوي لنا التيار ايش قد طلع عندك 5 في المقاومة 50. شوف ما اخذت هاي المقاومه، ليش هسه من تقول لي ليش ما اخذت هاي المقاومه؟ اقول لك هاي المقاومه المن طبيعيه، وعندك ليش ما ناخذها من المقاومه الاكسي ابال الاراده السعويه، اذا اثنين عندي مقاومتين معلومه، ما ممكن انا اريد المقاومه الكليه للدائره، يعني فرق الجهد المصدر راح من اضرب شو يصير عندك 250 فولت، هذا فولتيه المصدر الداخله عندك بالسؤال. هسه حلينا السؤال الخامس مهم جدا، نجي للسؤال الثالث، يقول ربطت متسعة إلى مصدر تيار متناوب، فإذا كانت قيمة سعة المتسعة إذا الطاق السي هنا 100 على باي مايكرو هنا فاراد، ورادة المتسعة مقدارها إذا هنا أكسي انطاك إياها 100 أوم، هاي الرادة السعوية، احسب تردد الدائرة. اذا يريد الاف مجهول بالسؤال، هسه راح نجي نحل السؤال. انا شوف شو راح نحل السؤال، اول ما نبدي نطبق القانون مالنا، قانون الرادة السعوية، راح نقول 1/2 في باي في اف للسي، اذا هنا عندك الرادة السعوية ايش قد قيمتها معطيني اياها؟ طبعا 100، راح اجي هنا 1/2 باي ينزل ما له علاقة بي في التردد مجهول، باوع في هنا السي ايش قد قيمته؟ 100 على باي في 10 سالب 6، ليش؟ لان يعني المايكروفاراد مثل ما علمتك تحول لي اياه للفاراد، طبعا نصعده من المقام الى الباست، يعني هنا 100 تنزل ما له علاقه بها، الباي ويا الباي يحذف، راح اضرب 2 في 100 طبعا 200 10 اس 6، وهنا عندك 200 اف، تلاحظ ولا؟ هسه طرفين في وسطين، هاي مقامة واحد، راح شو يصير عندك؟ نطلع الاف برا، هاي قيمة الاف، هسه من تضرب 200 في 100 طبعا راح يعطيك هنا 4 اصفار ينزل، اذا راح يكون عندنا هذا بالمقام يعني 10 اس 6 كله على ايش قد؟ 2 في 10 اس 4، باوع؟ هنا راح يعطيك 20. هنا ايش اسوي؟ انتبه عليه، هذا صعده من المقام للبسط، شو يعطيني جواب؟ راح هنا يصير 10 اس 6 ناقص 4 اس 2، طبعا راح يكون عندي 10 اس 2 على يمن على 2، ال 10 اس 2 ايش قد؟ مو 100؟ يعني اصفار عدد صحيحه على 2 ويساوي لنا 50 هرتز. هنا كملنا وياك الاسئله الخاصة بالفصل الرابع إن شاء الله، وبإذن الله تعالى ألتقي وياكم في المحاضرة الخامسة إن شاء الله.